وقعت مجموعة موانئ أبو ظبي اتفاقية مع شركة إمكو للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبلس الجاف في جورجيا. وبموجب هذه الاتفاقية ستستثمر موانئ أبو ظبي مبلغ 61 مليون درهم في المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول الربع الأخير من عام 2024. سيضم المشروع عددا من المرافق المتكاملة بما في ذلك محطة لفرز الحاويات ومستودعات ومواقف لتخزين السيارات.